استعداد الواجب من شروط انجاز الواجب الناجح. بوركتم بارك الله بكم وعظم الله اجوركم واتمنى لكم التوفيق للجميع. حسب توجيهات المراجع في وزارة الدفاع، وعلى مدى ايام عدة يواصل ضباط ومنتسبي فرقة المشاة 17 تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية المعدة لتأدية مراسيم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والتي جاءت باستنفار أمني وخدمي كبير بالتنسيق المشترك لكافة القوات الأمنية الماسكة لقاطع المسؤولية. وحسب توجيهات المراجع المتمثلة بتوجيهات فرقة المشاة 17، يستمر لواء المشاة 22 والقطعات الملحقة به بتأمين وتنفيذ خطة حماية الزائرين من بغداد إلى كربلاء المقدسة، وستكون العملية مستمرة في تأمين الزائرين حتى عودة آخر الزائرين من كربلاء المقدسة إلى ديارهم المقصودة. عمل مميز ودؤوب على مدار الساعة من قبل آمرية الطبابة العسكرية وآمرية التموين والنقل التابعة لفرقة المشاة 17 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والنقل لزائرين الوافدين صوب كربلاء المقدسة لإحياء تلك الشعيرة المهمة التي يتوافد لها ملايين الزائرين داخل العراق وخارجه. تقوم عملية طبابة فرقة المشاة 17 تقديم الإسناد والإخلاء الطبي لزوار الإمام الحسين عليه السلام المتوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة مقام بقاطع المسؤولية. تم نشر مفارس طبية وعجلات إسعاف وفتح صندوق طبي مفاصة طبية تقديم العلاجات الطبية اللازمة للزوار المتوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة. تم تجهيز قاطع المسؤولية بعجلات نوع أفيكو باص لنقل الزائرين من بداية قاطع المسؤولية إلى نهاية قاطع المسؤولية لغرض خدمة زوار الحسين عليه السلام، والحركة انسيابية عالية وحركة نقل الزوار كانت جيدة، وإحنا مستمرين إن شاء الله بهذا العمل خدمة لأبا عبد الله الحسين عليه السلام. الزائرون بدورهم عبروا عن شكرهم وامتنانهم للقوات الأمنية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتوفير الأمن والخدمات خلال تلك الزيارة المليونية. اليوم السابع التوالي مستمرين بخدمة الأحرار، والحمد لله والشكر الله وفقنا لهذه الخدمة، وهاي خدمة أبو عبد الله شرف إنه، إن شاء الله بعد مستمرين بنقل الزوار ومساعدة العوائل والأطفال والناس العجز، مستمرين بنقل الزوار لحد آخر نقطة يوصلها الزائر. أي والله مأمنين الطريق والحمد لله والشكر وخير وسلامة، والطريق كله خير. أي والله وبزوتكم الله يحفظكم يخليكم إن شاء الله، رحمة الله على والديكم. أي والله ما مقصرين، النقل متوفر يعني، انتم الامان، الناس تمشي بالامان، ونحن ندعي لكم بالتوفيق والله يوفقكم ويستر عليكم. كل الزيان خدمه الجيش الله يحفظهم، انه كل سنه ان شاء الله يخدمون. جودكم يا رب يطوركم، طول اعماركم ويحفظكم ويخليكم بحق الحسين. من جنوب بغداد الملازم حيدر محمد، اعلام وزاره الدفاع.